إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في الدرس السابق وهو الدرس 12 من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة في ضوء كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كنا توقفنا في أثناء غزوة بدر وعند فوات العير وتحقق المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين من قريش بقيادة عدو الله أبي جهل. وهذا هو الدرس 13 من دروس السيرة المختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله سبحانه وتعالى المسلمين والمشركين على غير ميعاد، والله سبحانه وتعالى قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إحدى الطائفتين، وهي إما أن يغنموا العير وإما أن ينتصروا في المعركة. وعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم كانوا يحبون أن يكون الأمر غنيمة لهذه العير. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة من انتهاء الأمر إلى المواجهة، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ففي تحقق هذه المواجهة أسرار وحكم ربانية لا يعلمها المسلمون، وهي أن الله سبحانه وتعالى يكسر غرور وكبرياء هؤلاء المشركين ويزيد المؤمنين ثقة وطمأنينة وثباتا وقوة وهيبة أمام أعدائهم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بصعوبة الموقف ألح على الله سبحانه وتعالى ودعاه دعاء اضطرار، حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى واصفا تلك الحال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذه إحدى المعجزات التي تحققت في هذه الغزوة وفي هذا اللقاء، فالله سبحانه وتعالى أمدهم بقوة عظيمة من الملائكة مقدارها بعدد جيش قريش. وما جعله الله، ما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإمداد وما تبعه من المعجزات والدلائل، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
النصر في مثل هذه المعارك لا يقاس بالعدد ولا بالعدد، وإنما النصر من الله سبحانه وتعالى. ولذا من عظم يقينه وتوكله على الله فلا يخاف أحدا من خلقه مهما عظمت قوته وجبروته. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى آية ومعجزة أخرى من المعجزات التي ظهرت في هذه المعركة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذه هي المعجزة الثالثة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وغشاهم بالنعاس، والنعاس لا يحصل إلا للإنسان المطمئن، لأن القلق لا يمكن أن يتسلل النوم إلى جفنه. ثم زاد الله سبحانه وتعالى ذلك بأن أنزل عليهم مطرا صار رحمة للمؤمنين ووبالا على المشركين، لأن المنطقة التي فيها جيش الإسلام كانت رملية فالتبدت وصارت سهلة لحركة الرجال والخيل، أما المنطقة التي فيها العدو فكانت ترابية زلقة فكانت وبالا عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني جيش المسلمين والملائكة مهمتهم أو القتال، أما الرعب والهلع والانكسار والهزيمة التي ستحصل في قلوب الكفار فهذه ستأتي من الله سبحانه وتعالى. فما بالك بجيش معه مدد من الملائكة ونصر وتأييد من الله سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم بين سبب هذا النصر وهذا التمكين وهذه الهزيمة الساحقة أن المشركين ممن يحاد الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى تثبيتا للمؤمنين وأمرا لهم بما يجب عليهم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم من البشارات والدلائل والمعجزات في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه وأخبره أن الله سبحانه أمده بالملائكة أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع. ومن الدلائل التي ظهرت في هذه المعركة أن الشيطان تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك وزين لهم الذهاب إلى بدر وقال إني جار لكم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان لما التقوا رأى الملائكة، الشيطان يرى الملائكة، أما الصحابة فكانوا لا يرون الملائكة، الذي رأى الملائكة هو الرسول صلى الله عليه وسلم والشيطان. فحينئذ شعر أن الأمر منتهي بهزيمة ساحقة فولى مدبرا تجاه البحر، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه
وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، لأنه كان يرى الملائكة فرأى ما لا قبل له به، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه، قتله أحد الملائكة. ومن البشارات التي ظهرت والمعجزات والدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى ساحة المعركة مبشرا أصحابه وقال هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، فما فارقوا الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم إنها دارت الدائرة على المشركين، ومنح الله أكتافهم للمسلمين، وقتلوا شر قتلة، وانهزموا شر هزيمة، فقتل منهم 70، قتل منهم 70 من أشرافهم ووجهائهم، منهم أبو جهل وعتبة وشيبة وابنه الوليد وأمية بن خلف وغيرهم من سادات قريش، وأسر منهم 70، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى ورماهم في قليب من قلب بدر، ثم وقف عليهم وقال يا معشر قريش هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله تكلمهم وهم قتلى جثث؟ قال والله إنهم لأسمعوا لي منكم. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأسرى إلى المدينة، وفي الطريق قتل 3 من المشركين صبرا، منهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. ولما قدم عقبة بن أبي معيط وكان من أشد المشركين أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد، يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، قال من للصبية؟ يعني أبناء الصغار. قال لهم النار. يعني ليس هذا موضع عطف، وأنت شرك وأذاك قد بلغ مبلغ عظيم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأسرى وهؤلاء الغنائم وتلك الغنائم وذلك النصر المبين. ثم استشار أصحابه في هؤلاء الأسرى، فأشار عليه عمر رضي الله عنه بقتلهم، وأشار عليه أبو بكر وطائفة من الصحابة بأن يستبقيهم وأن يفديهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن رأي أبي بكر ومن معه، ولكن الله عاتبه على ذلك بقوله سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكأن رأي عمر رضي الله عنه كان هو الرأي الأرجح، ولكن الله سبحانه وتعالى أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أو على ما رأى واختار. فجاء إخوانهم وأبناؤهم وأهاليهم وافتدوهم، وممن جاء أو ممن افتدي صهر النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها، فافتدته زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بعقد لها من ذهب، وكانت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العقد رق لها وبكى، لأن هذا العقد كانت أهدته خديجة لابنتها في يوم زواجها. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، وطلب من الصحابة أو اقترح عليهم أو شفع لهذا الأسير أن يفكوه، ففكوه رضي الله عنهم وتركوا العقد.
لابنته، ثم إن أبا العاص أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، وظهر في هذه المعركة دلائل ومعجزات كثيرة، وكانت فتح ونصر عظيم في الإسلام، وهي من المعارك الفاصلة التي أظهر الله دينه ونصر فيها نبيه وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وزرع الله سبحانه وتعالى بنتيجة هذه المعركة الهيبة في قلوب أعداء المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.